خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. استعدادا لرحلة الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، يقص المارد الأحمر شريط عودته للمسابقة من بوابة مباراة تعد واحدة من كلاسيكيات الدوري المصري. اختتم المارد الأحمر تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة على استاد برج العرب. الجهاز الفني عمل على هامش التدريبات متابعة مباريات الإسماعيلي بالدوري من أجل دراسة الفريق الأصفر ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل وضع الخطة المناسبة لاستعادة الانتصارات في مسابقة الدوري حامل لقبه، كما اجتمع مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جابالله للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين ومن سيكون جاهزا منهم للمواجهة المقبلة. المدرب مارسيل كولر شدد على لاعبي صب التركيز على المواجهة المقبلة من خلال التحضير الجيد ونقل الكرة في حالة الدفاع والهجوم وتحديد أهم الأوراق الرابحة في صفوف المنافس ووضع الخطة المناسبة للحد من خطورته. خاض اللاعبون تدريباتهم من خلال الجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية عقبها تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، فيما أدى رباعي حراس المرمى تدريبات فنية وبدنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. اختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.